بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل موضوع المرة السابقة اللي تكلمنا عن الديفاري بوتروم ناتيوم اللي تابع الأوردر سايكلوفليدي، والآن نتكلم عن أوردر الثاني اللي هو سايكلوفليدي، هو اللي يشمل لنا تينيا ساجنيتا. تينيس ساجنيتا، تينيس ساجنيتا طبعا كومنلي كولت، يعني تينيس ساجنيتا هو اسم العلمي لهاي الدودة، وله اسم شائع نسميها بيف تيبورم. هذا هو الاسم الشائع، بيف تيبورم، هذا هو اسم الشائع لها. The adult worm live in the human small intestine، يعني الدودة البالغة تعيش في أمعاء الدقيقة للإنسان. The worm is an opalescent white in color، يعني وايت ان كلر، ابيض اللون. من حيث المورفولوجي، it is usually about 5 to 10 meters in length، يعني تتراوح طوله ما بين 5 الى 10 متر. هذه الدودة، the body divided 3 parts، the body divided three parts، the scolecus أو نسميه هيد الرأس، quadrate burning four suckers، هذا هو السكرات، هذا هو الهيد، هذا سكر، هذا سكر، هذا سكر، هذا سكر، أربع سكرات. no rostylium or hocklitis، لا توجد به روستيليوم ولا به هوكليتس. هذا أهم خصائص اللي نحن نتكلم عليه حتى نميز الأدلت ورم تينيا ساجينيتا على تينيا سوليوم وعن بقية الديدان الشريطية عن طريقة سكولكس وعن طريقة جرافيد الميتة. تينيا ساجينيتا سكولكس contain أربع سكرات but not contain rostylium or hocklitis، هذا الصفة مميزة بها، هذا هو الصفة المميزة. immature part، الجزء الغير الناضج اللي تحتوي على immature reproduction system، جهاز التناسل الذكري والأنثوي. the neck is long and narrow، يعني الرقبة تكون طويلة لكن تكون narrow، ضئيلة. النيك هو تعتبر جراوننج ريجن، تعتبر منطقة النمو، يعني كل ما يسقط القطع الحاملة للبيوض تنمو من منطقة النيك قطعة بدلا من ذلك. ماتشور بارت، ماتشور بارت اللي هو ذا استروبيلا، مجموعة القطع نسميه استروبيلا، تتراوح ما بين 1000 إلى 2000 سيجما قطع. ممكن يجينا تعريف استروبيلا، what is mean استروبيلا؟ استروبيلا يعني القطع، مجموع القطع اللي نسميه استروبيلا. الماتشور بارت، سيجمنت اماتشور اند ماتشور جرافيت، اللي هذا تحتوي الجسم الدودة على اماتشور وماتشور اند جرافيت. اماتشور اللي يحتوي جهاز التناسل الذكري والانثى وغير ناضج، ماتشور تأتي بعد الإماتشور اللي تحتوي على جهاز التناسل الذكري والأنثوي ناضج، والجرافيد هو الحاملة قطعة القطعة الأخيرة، القطعة الأخيرة هو اللي يحمل البيض. The segment consists male and female reproduction structure، هاي القطعة الناضجة اللي بها
production system جهاز التناسلي. The common genital forest open on the lateral wall of the segment. هذا نقطة مهمة جدا. يعني لاحظ هاي القناة أهم نقطة. بالبداية تكلمنا سايكلوفيليدي، قلنا الجينيتال بور تكون مارجنال عن طرفي، هذا هو مارجنال طرفي. أما تكلمنا عن سيدوفيليدي هناك كان فينترال بطني، هذا تكون مارجنال، هذا الصفة مميزة مهم جدا. النقطة الثانية مهم جدا لونجر، لاحظ لونجر than برودر، لونجر than برودر، شوف لونجر طويل أطول من العروض. لو نرجع إلى المقارنة في البداية، نرجع للمقارنة، لاحظ بالسيدو الميزة بالسيدو كان برودر دان لونجر، برودر دان لونجر. أما بالسايكلولاتينيس جينيتا لونجر دان برودر، هذا الميز الأوردر. سنرجع موضوعنا، لاحظ إنها القطع سيجمنت، لاحظ تكون longer than هذا العرق، هذا الطول قصير، العرق تكون طويل، هذا هو القطع. لاحظ أعرض عريض الطول ما تكون قصير، عكس تينيا ساجينيتا. هسه نتكلم عن تينيا ساجينيتا، لاحظ تينيا ساجينيتا لا تكون طويل أطول، لكن عرض ما تكون قصير. والنقطة الثانية مهم جدا هو جينيتال بور اوبن، تكون مفتوح ليترال يعني من جانب، لاحظ هذا مهم جدا. الاشياء المهمه نركز عليها هو الاسكولكس اللي تحتوي على اربع سكرات مهم جدا، نوتروستيليان اور هوكليتس هذا مهم جدا، النيك تكون لونج اند نارو، ماتشور بارت، ماتشور بارت اللي تحتوي على 1000 الى 2000 قطعة هذا ليس مهم. اما السيجمنت اما جرادها ليس مهم، مجرد معلومة، هذا هم مجرد معلومة. The graphite segment 15-30 لترال برانشل هذا مهم، يعني تكون متفرعة برانشل. بالجرافيت نعتمد على ثلاث اشياء مهم جدا، اولا نعتمد على الجهاز التناسلي تكون متفرعة، اللي نعتمد على الجرافايت سيجمنت تكون متفرعة برينش، هذا النقطة الأولى نميز عليها. النقطة الثانية على الطول والعرض نعتمد، تكون طويلة وعرض بها تكون قصيرة عكس ديفاليبوتروم ناتريوم. ونقطة رقم ثلاثة مهم جدا نركز على الفتحة الجانبية جينيتال بول، هاي ثلاث نقاط مهم نركز عليها. الجرافيت سيجمنت لان هذا يطلع بالاسطول تحت المجهر لازم يميز عن بقيه القطع. ثلاث نقاط مهم جدا على الطول والعرض، ونعتمد داخلها برينشت والفتحه الجانبيه هذا هم نعتمد عليه. هذا من كل هاي الاستروبيلا نركز على هاي الشغلات حتى نميز عن تينيا سوليوم وتينيا الجينيكوكاس. اي كاركترايتس، لاحظ اي كاركترايتس الخصائص الاي، اولا ذا سفيريكال ايك ميجر يعني تكون كرويه الشكل، لاحظ تكون كروي صاير كروي، ميجر 30 الى 40، ثلاثين أربعين مايكرومتر.
the thick outer wall brown stain. لاحظ هاي التيك، هاي كلها تيك تعتبر، هاي كلها تيك تكون براون بني. In the central is full developed embryo. هذا مهم جدا. شوف هذا الجنين ست أشواك، هذا الشوكة، هذا شوكتين، هذا ثلاثة أربعة خمسة ست أشواك. الجنين تحتوي على داخله ست أشواك. هذا النقطة اللي three pairs of oocytes أو نسميها hexacarp embryo. جنين تحتوي على ست أشواك. The egg do not float in saturated salt solution. الشغلات الأساسية اللي نركز عليها بها الرسم هو نعتمد على شكل الشيب والجنين ست أشواك وثيك شيل. هاي الشغلات نركز عليها. هو طبعا تشبه إطار السيارة، هذه صفة مميزة غير مميزة، تشبه إطار السيارة. Life cycle in sagittal adult worm live in the human small intestine. الدودة البالغة اللي تعيش في السمول انتستين هيومان للإنسان. بالإنسان. Egg deposit in soil. تضع البيوت عند السمول انتستين. Excrete with outside body. تطرح البيوت مع خارج الجسم تصل إلى السويل تربة. Egg deposit in solid ingestion by catalyst. هذه البيوت تكون ingestion by catalyst. طبعا هيومن تعتبر ديفينيتيف هوست، الانسان تعتبر هو الديفينيتيف هوست، اما الكاتل تعتبر انترميديت هوست. انسول انجستد باي كاتاليست، تهضم بواسطة كاتاليست. انتستينال كاتاليست، عندما تصل انتستينال كاتاليست تكون هاتش، تفقس أونكوسفير، هذا الجنين اللي تحتوي على ست أشواك، تفقس small intestine of catalyst. Penetration intestinal wall، تبدأ خرق جدار الأمعاء. الكاتل الاسميبيب تذهب إلى العضلات، بالعضلات يصير هذا اليرقة يتطور، الأونكوسفير بالعضلات يتطور يصير cysticercus bovis. هذا السيستسيركس بوفيس هو تعتبر ديفينيتيف هوست للهيومن. ديفلوب ان ماسكولار بيب. اوكي. انفكشن ستيج فور مان، الطور المعدي للانسان هو السيستسيركس بوفيس. كيف يحدث الاصابه؟ الانسان عندما يتناول اللحم الكاتلس المواشي ان كوكت الغير المطبوخه بشكل جيد تحتوي على هذه اليرقة سيستسيركس بوفيس تحدث الإصابة ينصاب الإنسان. ماي لايف سايكل. لاحظ انفكتيف ستيج هو اللارف سيستسيركس بوفيس، هذا مهم جدا. هذا اليرقة توجد بالماسكولار إن كاتاليست. الديفينيتيف هوزول، الديفينيتيف هوزول هو من انترميديت هو الكاتاليست. من حيث الباثولوجي الامراضي نتكلم، causes tinnitus يسببين مرض tinnitus. clinical feature، clinical feature abdominal discomfort يعني ألم في البطن، وأيضا indigestion and diarrhea سوء الهضم ويسببنا diarrhea سهل. can acute intestinal obstruction يسبب انسدادات حدا small intestine. can acute appendicitis وايضا يسبب لنا التهاب الاعور. الدياجنوستيك مهم جدا، نعتمد على microscope examination
السامبل استول تبع مايكروسكوب اكزامينشن مايكروسكوب اكزامينشن سامبل استول نشوف بها ايج نشوف بها ايجز البيوت ونشوف بها جرافيت مهم جدا تكلمنا شلون نميز الجرافيت وايضا سكوركس الراس الدوده لان هاي الراس لا تحتوي على هوكليتس وروستيليوم هذا هو الهوكليتس الروستيليوم مضيفه مالها بان الدوده يتعلق على الغشاء الامعاء لا تطرح مع الفراز للخارج معظم الحالات اما التينيا ساجنيتا لا تحتوي على هوكليتس انما ليس له وسيله التعلق للجدار الامعاء ربما يطرح مع البراز للخارج نستخدم طريقة formal ether sedimentation method is useful. هاي طريقة مايكروسكوب وطريقة formal ether sedimentation method. هذا طريقة أسهل. ونكشف ال age, gravity, scolicus. طبعا infective stage cystocercus bovis. Diagnostic stage هو age, gravity, sedimentation and scolicus. Definitive host هو الهيومان Intermediate host هو كاتلس Pathologic causes تنياسيس Common name بيف تيبورم هسه نتكلم موضوع آخر كلاس ستودن تابع نفس الأوردر Cyclophilidin tapeworm تينيا سوليو نقارن ما بين التينيا سوليوم والتينيا ساجنيتا التينيا سوليوم World Wide Distribution Specific Communities Heating Pork Meat يعني منتشر في البلدان اللي أكلت لحم الخنزير Commonly Called يعني اسم الشائع لها Pork Tapeworm الدودة الشريطية الخنزيرية التينيا ساجنيتا الدودة الشريطية البقرية أما التينيا سوليوم الدودة الشريطية الخنزيرية The larva stage in the peak cysticercus cellulose لاحظ مهم جدا هذا infective stage cysticercus cellulose بالmuscular البورك خنازير أما بالتينيس ساجنيتا كانت cysticercus bovis لكن بالعضلات المuscular بعضلات الكاترز مواشي هنا التينيس سوليوم تختلف نفس اليرقة cysticercus cellulose لكن بالماسكولاري بيك بالعضلات الخنازير إصابة تحدث أيضا عندما يأكل الإنسان لحم الخنزير الغير المستوي أنكوكت تنصب سولاتري because usually only a single worm is found in the infection person هذا مهم جدا هاي السؤال the adult worm live in the small intestine usually in the jejunum طبعا هنا نخلص ملاحظة مهم جدا human contain إنسان تعتبر definitive host وأيضا تعتبر intermediate host ملاحظة مهم جدا إنسان تعتبر بالنسبة للتينيا سوليوم definitive host وأيضا تعتبر intermediate host أما الخنزير بيك هو تعتبر فقط intermediate host ملاحظة مهم جدا من حيث المورفولوجي مهم جدا مورفولوجي كيف نميز التينيا سوليوم عن التينيا ساجنيتا The adult worm in the usual 2-3 meters in long يعني 2-3 متر بالطول هذا النقطة واحد The adult worm consists of 3 part body أولا من حيث السكولكس من حيث النيك ومن حيث الستروبيلا لاحظ هنا مهم جدا الاسكولوكس كيف نميز الاسكولوكس تينيا سوليوم عن تينيا ساجنيتا لاحظ كوارديت شيب هذا الشكل ماله تكون لاحظ كوارديت شيب شكله به اربع سكر كاب شيب او نسميه كاب شيب اربع سكر واحد اثنين ثلاثه اربعه تحتوي على روستيليوم هذا روستيليوم وتحتوي هاي الأشواك نسميه هوكليتس هاي الهوكليتس مهم جدا لاحظ الميزة عن تينيا
الميزة عن تينيا ساجينيتا. لاحظ تينيا ساجينيتا بها أربع سكرات لكن ما بها روستيليوم وليس بها هوكليتس. مهم جدا، روستيليوم تحتوي على دبل رو هوكليتس، تحتوي على شلون نقول سرتين من هوكليت الأشواك، هذا وظيفتها يساعدها على التصاق جدار الأمعاء. النيك تكون شورت and half stick at the head. لاحظ تينيا ساجينيتا كانت نيك تكون long and narrow، تكون طويلة لكن ضئيلة. أما تينيا سوليوم تكون شورت، تكون قصيرة لكن half thick، نصف السمك الرأس يعتبر. لاحظ هذا هو النيك. The segment القطع number less than 1000 يعني عددها أقل من 1000. The gravid segment long and broader. The uterus تكون lateral branch. أما genital pore between alternate right and left of segment. لاحظ مهم جدا كيف نميز القطع السيجمنت تينيوس سوليوم عن التينيوس سيجنيتا. بالتينيوس سيجنيتا نفس الحالة، لاحظ هاي عرض، هذا عرض السيجمنت، هذا طول السيجمنت، تكون أطول من العرض، أطول نقطة الأول نسميها longer than broader، هذا النقطة الأول. نقطة رقم 2 less branched من تينيا، لاحظ less branched يعني أقل تفرعا من تينيا سوليوم، هاي اليوتريس branched لكن أقل تشعبا من التينيا ساجينيتا. تينيا ساجينيتا كان أكثر تشعبا، هذا تكون شوي أقل تشعبا. أيضا تحتوي على marginal، لاحظ هاي القناة هو اللي نسميه marginal، marginal pore، وهذا هو اللي يضع منها البيض، هذا مهم الخصيصة المهمة به. لاحظ هنا هاي هو المارجنال، marginal pore. نرجع للتينيا سوليو، تينيا ساجينيتا ملاحظ marginal pore، لاحظ أكثر تشعبا، تشعبات متشعبة أكثر، الخصيصة الثانية أطول من العرض، لكن جينيتال بور تكون مارجنال. من حيث الـ A characteristics، طبعا A characteristics هو نفس التينيا سوليوم، هو نفس التينيا ساجينيتا، نفس الخصائص. indistinguish يعني لا نستطيع أن نميز تحت الميكروسكوب تينيا أيك، تينيا سوليوم عن تينيا ساجينيتا، لا نستطيع أن نميزه لأن نفس الشكل ونفس الجنين تحت لسة أشواك ونفس الحجم، لكن الطريقة الوحيدة اللي نميزها الطريقة الوحيدة ميزة تينيا سوليوم عن تينيا ساجينيتا نقطة رقم 6 does not stains read acid fast in the Nielsen staining technique. يعني عندما نستخدم صبغة acid fast stain، هاي الصبغة مشهورة نسميها صبغة زيل نيلسون ستينينج، في هذا الصبغة لا تنصبغ لون الأحمر، التينيا سوليوم لا تنصبغ الايك، لا تنصبغ صبغ احمر، لا تنصبغ احمر. اما اذا تنصبغ احمر هو اللي نسميه التينيا ساجينيتا. مهم جدا نقطة رقم 6، نصبغ الايك
بصبغة أسيتفات استين. إذا تنصبغ أحمر نسميه تينيا سانجينيتا، إذا ما تنصبغ يبقى نفس اللون براون نسميها تينيا سوليوم. لايف سايكل تينيا سوليوم نفس الحالة، الإنسان تعتبر هو الديفينيتيف هوس، ونفس الحالة تعتبر انترميديت هوس نفس الوقت، تختلف عن تينيا ساجينيتا. تضع البيوض، بيوض ان سويل تكون انجست، تكون انجستشن. اما باي هيومن او باي بيك خنزير، لان قلنا الانسان تعتبر ديفينيتيف انترميديت هوس. سمول انتستاين اونكوسفير، هاي الجنينة اللي تحتوي على 6 اشواك بنتريشن، تخترق انتستاين وول، جدار الامعاء، ثم سيستسيركا سيلولوز. هذا هو تعتبر ديفينيتيف هوست للهيومن. هذا اللي يرقى ديفلوب ان ماسكلر بورك اور هيومن، هذا تصبح انفكتيف ستيج فور هيومن. طبعا السؤال، تينيا سوليوم تعتبر اخطر من تينيا ساجنيتا، بيكوز لان اليرقه تينيا سوليوم يسبب لنا سيستسيركوسيس ان ماسكلر اند برين. هيومن تعتبر infection by tinea solium ingestion natural egg contain hexo embryonate او pork meat uncooked contain larva cysticerca cellulose. طبعا انسان تصاب عن طريقتين، بالتينيا سوليوم انسان تصاب طريقتين، اما عن طريقة ingestion natural egg contain hexocad embryonate او عن طريقة اكل لحم الخنزير uncooked، طريقتين مصاب بالتينيا سوليوم. اما بالتينيا ساجينيتا فقط طريقة واحدة مصاب بها، هو اللي eating cattle meat uncooked اللي تحتوي على cysticercas bovis لاربا. اما بالتينيا سوليوم لا، طريقتين مصاب، عن طريق الايك عن طريقة اكل لحم الخنزير اللي ما مستوي. طبعا definitive host تعتبر human، اما الانترميديت host هو تعتبر pork الخنزير، وايضا also كان انسان، ويمكن ان انسان تعتبر انسان. هذا السؤال يجي مهم جدا، انسان تعتبر بالنسبه للتيني سوليوم انترميديت definitive host، ربما يجي فراغ واختيار لو صحته. larva in muscular tissue of pig، اليرقه توجد بالماسك العضلات الخنزير. Mode of transmission can be أما eating raw or undercooked pork meat أكل لحم الخنزير الغير مستوي، أو eat in food or drink، أو internal auto infection يعني auto infection البيضة تفقس داخل small intestine تطلع الأونكوسفير يخترق الجدار الأمعاء ثم يذهب للعضلات يسبب لنا سيستسيركوسيس. هذا مهم جدا. من حيث الامراضية تينياسيس ان سيستسيركوسيس، هذا مهم، يسبب لنا مرض تينياسيس، هذا كم تينيا ساجنتها يسبب لنا تينياسيس، هذا يسبب لنا تينياسيس، لكن هذا يسبب لنا سيستسيركوسيس ان ماسكلر اند برين، هذا خطر. سؤال، تينيا ساجنتها اخطر ام تينيا سوليوم؟ جواب تينيا سوليوم. Why? Because the tinea solium or larva of tinea solium causes cysticercosis in muscular and brain. اليرقة تينيا السوليوم يسبب لنا cysticercosis يعني يتكيس بالدماغ والعضلات، هذا خطر اخطر من تينيا ساجنيتا. ماجور سيمتوم طبعا ادالت الدوده البالغه يسبب لي اضطراب ابدومينال بين، الم في البطن، لوس اوف ابيتيت، فقدان الشهيه، وايضا اوبستريكشن يسبب لي انسداد بالاسم الانتستاين. اما اللاربا كوزز نودولز ان سبكوتينيوس اند ماسكلار ان برين كوزز ابلي
فيس أنت إبليبس إبليبس يعني يسبب صراع. إبليبسي أنت أودر سي إن إس يعني سنترال نيرفويس سيستم ديزوردر يعني يسبب صراع ومشاكل أخرى بالدماغ، لأنه اليرق قايلنا تتكيس بالدماغ اللي يسبب لنا صراع. إبليبسي. أما لابراتوري دايجنوستيك اللي بتعتمد على شنو؟ مايكروسكوب إكزامينيشن. أيضا نشوف بالمايكروسكوب إكزامينيشن السامبل هو ستول، نشوف بها أيك أو نشوف بها سيجمنت القطع، هذا اللي نسميه بروبلوتيتس، اسم الثاني له هو السيجمنت القطع، هذا نشوف بها. سؤال هنا ما نشوف سكولكس لأنه الدودة البالغة تحتوي على هوكليتز أنروستيليوم، هذا هو يتعلق على جدار الأمعاء فما يطرح مع البراز للخارج. أما التينيا ساجنيت لا، ما عندها روستيليوم ولا هوكليتز يطلع مع البراز، هذا عندها وسيلة تعلق ما يطلع. Definitive diagnostic of silicosis is biopsy، هذا اليرقة في حالة إصابة اليرقة لازم بايوبسي. Radiological help for diagnosis أيضا أشعة في حالة اليرقة، وأيضا CT scan is much more useful، وأيضا سيرولوجي أنتيجين بعد عن هذا الطريق. هاي الطرق اللي نكشف عن تينيا سوليوم. التينيا سوليوم الايك تينيا سوليوم الميزة عن تينيا سانجينيت نستخدم صبغة أسيد فاس ستين. هذا العلاج فارز كونترول للتينيا. إن شاء الله مرة القادمة نتكلم عن إيجينيكوكاس جرانولوسس، وأيضا نتكلم عن إيجينيكوكاس مالتي أوكلارس، كل دودتين نتكلم عليها حتى نقارنها بينات لأن مشابه من حيث المورفولوجي، كل دودتين على المحاضرة نحكيها. إيجينيكوكاس ويا إيجينيكوكاس هذا الثعالب وهذا الكلاب، هذا مشابه نقارنها. أما تينيا سوليوم تينيا ساجنيتا قارناها.